اسمك يا شب؟ علي عثمان. شو بدنا نساوي بأبوك يا علي عثمان؟ اللي بيقوله أبي بيصير. علي عثمان، أنت سمعت كلام أبوك بيدنك، شو رأيك؟ عنا اللي بيقوله أبي بيصير، عدم المؤاخذة. كأنه أبوك ما بيحبك بنوب يا علي عثمان. لا بيحبني. معناها روح قل له لأبوك يا علي عثمان، بابا لما بيجي الليل رح يجي بولوت ويقتلني، لازم يقرر قبل ما يجي الليل. يا حوينتك لساتك شاب، ما بتستاهل. يلا منلتقي المساء. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير جورهان؟ في شي مشكلة؟ كان صوتك مو منيح. إياد، أنا بدي أقوص المبشر. شو صار؟ في شي؟ أنا ما عم بحسن أتحمله. أوه، إذا كل واحد ما حسن تتحمله بتقتله؟ إياد، مانك شايف مستصعبها كتير؟ الشاب مثل أخي راح وانضم إلهم. بس يمكن يكون صادق. إذا كان صادق بحمله على ظهري على الكنيسة. أنا عرفت الشغلة، عم يدفعوا لهم بالشهر 3000 دولار. طيب نحن شو قلنا شغل مع اللي بيبيع حاله بمصاري؟ ما في ببيع، في يلي بيشتري. إذا طلبت منك شغلة بتعملها؟ شو؟ تعال نحكي مع المعلم مراد. إذا هو بيقول لك معك حق، أنا بروح معك، وأنا اللي رح أوصلك إياه. إيه لا. ليش لا؟ شو رح تخسر؟ ساعة بس يا ابني، كرمال خاطر. أهلين يا روحي. يا ابني نادي معلمك. حاضر معلم. لك العمى مشان يلحقوا النسوان بيفتحوا بارات، هنن بيشربوا بيلحقوا نسوان وفوقها بيجيبوا مصاري الدنيا يا ثروات. شايف الحظ؟ معلم اجا مورو. ماشي. اهلا وسهلا مورو. اهلا وسهلا بيلو. منيح صرنا نشوفك عنا. شو عم تحكي؟ شو جايين نحن ننبسط؟ عنا شغل، تعال عود. انت عم تبيع بودره شي؟ هون ما بنبيع بودره، بالكتير بنبيع حب. ما في مين يشتري بودره؟ هو في، بس نحن ما بنبيع هون. احكي بصراحة يا بيلو، بدنا نشتغل، بدي كسبك مصاري. شغل البودرة لإلكن، أنا ليش عم تدخلني بهالشغلة؟ إيه شو يعني فكر أنت بإيدي؟ طبيتها محل ووقعت بإيدي بضاعة، لبين ما أرفع تقرير لفوق بتاخذ وقت. أنا عم أقول أنت بتاخذ البضاعة،
ها مورو، انا نيمت المصاري ببضاعه. معناها منتبادل. بيصير، بس معي ما بتوفي. بيلو، كل العالم بيعرفوني كريم الا انت ما بتعرف. شو اللي ببقاله بناخذه؟ اذا هيك بيصير، بس انا وين بدي صرف البودره تبعك؟ ابني لا تقول انك اخذت البودره مني. ركاب سياره وروح على المانيا صرفها وارجع. طيب انا صرفتها، انت وين بدك تصرف البضاعه؟ يا الله، في ولاد كثير عم يدرسوا بالمدارس، بيبلعوا حب، بيتفتح ذهنهم، ما هيك يا ثروات؟ من هلا من هلا شو بدكم نبيع بالمدارس؟ من جهه المكافحه ماسكتها، واذا ما كان في مكافحه في مافيا. مافيا؟ لك ابني، المافيا ما عم تشتغل وحدها، عم تاخذ منا. لا تحكي على الفاضي. ماشي. شو هالمحل يا؟ بلا ما نعطلهم بيكون عندهم شغل كتير. عندهم، بس انا حكيت معهم وعم ينتظرونا. كيفك محمود؟ كيف صرت؟ منيح الله يسلمك اياد. مين الاخ؟ شاب من الحاره اسمه جورهان. اهلين، استنوا شوي لاخبرهم. تفضل معلم. اجا اياد ورفيقه. خليهم يفوتوا. يلا. شو اخبارك؟ منيح معلم. مرحبا، هذا جورهان اللي حكيت لك عنه. تشرفت بمعرفتك سيد جورهان. تفضلوا ارتاحوا. معلم، نحن عقلنا مشوش. شو الموضوع؟ في بيت كنيسة بعض الشباب ابن الحارة عم بيترددوا عليه، بعدين واحد منهم صار مداوم، عائلته زعلانة منه كتير. اي، بهداك اليوم رحنا، المبشر اللي هنيك حكى معنا بالعالي شوي. جورهان اتضايق، كيف بيعمل معنا هيك ببلدنا؟ انا مو بس اتضايقت يا معلم، المشكلة انه كلياتهم مو متعلمين ولا دارسين شي، ولا حتى اغنياء كمان. عم يقعدوهم مصاري واملاك ومكانة ومستقبل وسفر لبرا كمان. عم يخدعوا الشباب الجهال. اذا انا اليوم غمضت عيني، الله عليم كم عيلة وكم شاب بدنا نخسر. ما لازم نغمض عيوننا، بس شو لازم نعمل برأيك؟ شو بتقترح؟ لازم نخوفهم. كيف بدنا نخوفهم؟ أنا بدي أقوس المبشر لا يعرفوا إنه البلد له أصحاب. برأيك لما بتقوسه بتخلص؟ بتتسكر بيوت الكنيسة؟ على الأقل بتسكر البيت اللي بحارتنا. بس البلد مو حارتكم لحالها يا جورهان. أنا هذا اللي بيطلع بإيدي. برأيي بيطلع بإيدك أكتر. كيف؟ بإنك ما توقع باللعبة. الرجال وصل لحد هون، آخذ بعين الاعتبار كل شيء، مثل ما أنت آخذ بعين الاعتبار تضحي بحالك مشان القيم يلي بتأمن فيها، فهو رح يضحي. أساساً قتلك لإله شغلة هو وهنن بدهم إياها. بدهم إياها حتى يظهروا إنهم مظلومين وبريئين، وأنت وأمثالك مجرمين وقتلة. وهيك نحن منوقع باللعبة. شو يعني نقعد محلنا ونتفرج وبس؟ طيب السلاح يلي تركته بالأمن مين اللي عطاك يا؟ أخي الكبير. مين الأخ الكبير؟ جيم المحامي. الأخ جيم ما له علاقة بشي. طيب ليش هو ما بيقوصه؟ إذا هو قوصه مين بده يدافع عني؟ الدولة. الدولة بتوكل للكل محامين. جورهان، شوف يا ابني، أنا من زمان كتير بتابع هالقضايا،
وبعرف أخوك جيم كتير منيح، وبعرف اللي وراه كمان. كل اللي بدهن إياه إنهن يدهنوا على خبز اللي بدهن يسيطروا على البلد زبدة. هنن عم بيحضروكن لهيك جرائم. اوعى تظن إنهن بأجور الوكالات عم يقدروا يشتروا هاي الأسلحة ويأمنوا لكم إياها. هاي الأرض من 1000 سنة مسلمة. اوعك تستهين بإيمان حدا، واوعكن تستهينوا بدينكم كمان. هدول على طول بدهم يجوا، ونحن هون على طول بدنا نتفرج على روحتهم مو على جنازاتهم. مور معلم. تمام معلم. طلبت قهوة تركية. هي بكفيك هالقهوة يلي شربتها. اعطيني سلاحي. ما اتفقنا هيك يا جرهان؟ السلاح رح يبقى معي. شو عم بيصير هون؟ اجينا نبلغك، دائما انت بتبلغنا، بدكن تروحوا من هون. ما بدنا نروح اي محل. حضرة السيد انتبه علينا، بدهم يقتلوكن. تفضلوا اقتلوا، بس روحوا مو رايحين. ولك كنت قتلتك من زمان، مو هذا الموضوع. مو نحن اللي بدنا نقتلك. اجينا نقلكن اهربوا من هون بالحسنى. ما في داعي لتطلب الشرطة، بدهم يقتلوكوا لمجرد التحريض. أنا جايب لك معلومات من أعلى المستويات. ومين أعلى المستويات؟ لولا هذا الزلم اللي جنبي كنت أنا أعلى المستويات. أنا اللي كنت بدي قتلك. الوضع خطير كتير. نحن قلنا اللي بدنا نقوله يا أخي، والباقي عليكم. لشوف إذا أخذت مصاري بتكفي تقدم روحك.
هذا مو تهديد، أنا بعرف جورهان، لو بده يقتل كان قتل، معناها اللي قاله صح. نحن رح نبقى هون، المصاري اللي دفعتوها ما بتكفي للموت، أنا بدي روح. وزع هدول على الشباب، أسماء المدارس مكتوبة على هي الورقة، الحق معدود، كل يوم المساء بحاسبك. تمام. ثروت حبيبة هذا الولد بتعرف على أي بلد راحت؟ هي راحت مع عمها معلم، وما منعرف لوين راحت. خلي حدا يتابعهم بأوروبا وهون، وبس يلاقوا أسرهم خليهم يخبرونا. والله أنا ضحيت 40 رأس عجل وزعتهم على الفقراء والمحتاجين. شو هاد يا مراد الروح؟ المصايب عم تجي فوق بعض البعض. تجي بلكي بتروح يا خال. ايه خليها تروح وبلا ما ترجع مرة تانية. الشي الوحيد اللي مزعلني إنه راسي مو معكن وما عم بحسن ساعدكن. راسك مع مين يا خال؟ تركك من هاي بعدين منحكي فيها. هاد الدواء اللي حكيت لي عنه بولند بينادولو بيلو. مين هذا يا خال؟ هذا مورو. إذا سرق البضاعة ما ممكن هو يقدر يبيع البضاعة بأوروبا، والبضاعة هون ما بتساوي شي. هذا مورو بلف وبيدور وبيروح لعند بيلو. طيب هذا شو شغلته؟ وين فينا نلاقي بيلو الحلاق؟ هذا عنده محل. ها ها راسي مع هي. عم بزعجكم بس الشباب عم ينتظروك بمركز المعالجة الفيزيائية. أنا دبرت كل شيء. حضرة الممرضة عم تديري بالك منيح على خالي؟ صار له ساعة عم يحكي لي عنك. شو حكيت لك أنا؟ ما قلت لك غير إنها عازبة وكمان حلوة كتير. الحقيقة إبراهيم بيك ما بيحرمنا من كلماته الحلوة. أكيد ما بيحرم، وإذا حب بيحب مظبوط. هالسعلة عم تقطع النفس. لانو فريز تعدوق السكر نبات للصبيان وللبنات. تعا شوف السكر ودوق. تعا شوف السكر ودوق يا معلم. قرب على السكر. سكر نبات للصبيان وللبنات. اخي اعطينا ثلاثة. فرجيني المصاري. تفضل اخي. ماشي يلا بسرعة اعطيني ثلاثة. يسلموا أخي. سكر نبات للصبيان وللبنات. سكر نبات. أخذت أوصاف الرجال مظبوط؟ أخذتهم معلم. أنا المحل بعرفه أصلا. ومن وين بتعرفه؟
عزت كان يروح لهنيك كتير معلم. ماشي، معناتها ذكرني اسأل عزت. هذا وقد عرف أن المتهم بالجريمة هرب من هناك، وكان المتهم قد بدأ يعمل في المكان مستخدما، والتقطت صوره كاميرات الأمن للمصارف وبعض أمكنة العمل الموجودة في الجوار، وسيتم توزيعها على وسائل الإعلام. ولم تقدم مديرية الأمن تصريحا حول الموضوع، أما منظمات المجتمع المدني فستقدم تصريحا صحفيا مشتملا. أهلا وسهلا أخي. الجريمة سنوافيكم بالتفاصيل. ما كنت متوقع. اسمع، إما بتاخذني لعند حقان أو بينعد الولد اللي خليته يقتل الصحفي قتلك. بابا طلع زبون جديد للمينا. مين هاد؟ قال بتعرفه بابا، شايفه عند ضي اللاظي. مين قلت؟ ميماتي باش. معنا هيجي. تفضل. السلام عليكم رئيس. وعليكم السلام. ولا ميماتي، انت كمان ما بتخجل انك تيجي تحط ايدك على المحل؟ بتقول انك حبيب ضي اللاظي وبنفس الوقت بتصير زلمة مراد عالم دار؟ قلت يمكن ما بتتذكرني يا رئيس. يعني انا خرفت ما هيك؟ استغفر الله. بالاول قول مين حط ايده على محلك؟ عم تقولوا انت كمان؟ تعرف هذا بولوت تبع داوود تتر اغلو؟ هذا اجا لهون؟ وقال له للولد تبعنا من هون للمساء اذا ما اعطيتنا المينا نحن بناخد روحك. هلا انا ما بقدر فضي مشط بطنه؟ لا ما بتفضي. ليش ما بفضي؟ بفضي. عند اللزوم انا بفضي يا ريس، لما بكون انا هون ما بيحسن يعمل شيء. بلط خصمك شيء؟ هو عدوي، عدوي نعرف نتفاهم معه. انت هلا قلي امثالي إلن اذن بالدخل لهون ولا ما إلن؟ بهالفترة عملت اسم كبير، ما منحسن نقلك لا. تشرب شاي؟ بشرب رئيس. دقيقة لعني جاي. بيلو وين؟ ليش مين انت يا اخي؟ مسكرين طلع لبرا. ايه بنفتح. اخ 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 اخ. وين بيلو؟ ورا معلم ورا بمكتبه. اخ راسه لا. بدك تجاوبني على اسئلتي مثل الخلق ولا رح ورجيك اللي بعمرك ما شفته؟ معلم اهلا وسهلا، لا يكون الشباب قللوا ادب. اخ راسه لا. وين بضاعة مورو؟ معلم اي بضاعة؟ بيلو معلم اي بضاعة؟ والله ما بعرف انه اخذوها منكم، والله لو بعرف ما بادلتهم عليها. ولا انت ما بتعرف انا شو بعمل باللي بيبيع مخدرات؟ انا والله ما ببيع مخدرات معلم، انا بس ببيع حب للتسلاية. معناتها تسلايات مورو وين؟ بالخزانة معلم. محمود
طالع المفتاح. أمور معلم. طالع البضاعة من هاي الخزنة. إذا بسمع مرة تانية إنك بعت شي للتسلاية أو رديت السلام على مورو بيجي لهون وبتسلى بقتلك، عم تفهم؟ أمرك معلم. ألو مورو؟ مورو عندك؟ مراد 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 على مدار أخذ بضاعتك. لك أنا مو قلت لك ما ترد عليه السلام ولا؟ ألو 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 مورو، أنا مراد على مدار. قبل شوي أخذت بضاعتك وعن قريب روحك جايك. ألو دك تعال لأوصك براسك. ليش عم تطلع يا جربان؟ وينو ثروت؟ معلم ثروت طلع. وين راحوا له؟ روح لقيلي ثروت. يلا شوفي مرة تانية ابني. شو يعني شو بدي قله؟ بدك تقله عم دور عليه؟ الواحد طلعت عيونه حتى حسن يدبر مرة لا مش ما يفهم. يلا ارفع ايدك لفوق لفوق. ما شاء الله نزل. ما شاء الله ما شاء الله. شديت حيلك بسرعة يا ابن اختي. انا منيح يا خال، بس عبد الحي تعبان شوي. وهو بيطلع منا هو بيطلع منا. لا ترد عليه خال، انا منيح. ومين ابن اختنا هاد؟ الدكتور كرم المعالج الفيزيائي. كرم دوندار تشرفنا. الله يرضى عليك يا ابني. نحن نبلش؟ تعال نقعد هون خال. شو بدي اعمل؟ مدد هون. ايه ما قلت لي خال كيفك؟ كيف الاحوال؟ صحتك منيحة؟ انا مبسوط بشوفك كثير. بالاول حتى نرخي العضلات لازم نعطيهم تيار. نعطيهم دكتور. انت لا تاكل هم، ما رح تتوجع. منروح هلأ خليل بيك؟ ما فينا نبقى ليروحوا الشباب. ماشي أنا عم بستنى برا. خال إذا عندكم شغل روحوا. وشو بيكون عند الزلمة شغل بالمستشفى؟ بس حلوة خال، حلال عليك. بيقولوا الربيع الثاني وبيقولوا هي الحياة قبل الموت. الله يطعمك أيام حلوة يا خال. رح أقول love story. ولك إيه قول 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 كل شي خير. رح نرفع التيار شوي شوي، ما رح تتوجع بنوب.
لازم دكتور؟ مع الأسف لازم، عضلاتك صايرة كتير صلبة وبدنا نرخيها، ولازم يصيروا أحسن من وضعهم السابق. وقبل كل شيء لازم تفكر بشي منيح، بعد عقلك عن الأفكار السيئة ولا تفكر أبداً إلا بالمليح، وبالأحسن شيء كمان. كفي دخيلك، طول بالك، روي خلاص عبد الحي، هدي هدي، طول بالك، مضيت عبد الحي، خلاص روي، خلاص خلاص، اهدى عبد الحي، اهدى اهدى، خلاص اهدى عبد الحي. برافو عليك يا سبعي، دفعت دينك للوطن وانت بعمر صغير كتير، من هون وطالع الدور علينا، ومثل ما قلت لك اركاب الباص ورجع على بلدك تخبى. اسمع، بعد ما تبرد الشغلة شوي اطمن وقتها منجيبك لعنا. مثل ما بتأمر يا معلم. المصاري اللي معك بتدبرك شهرين، انا ببعت لك كمان، انت لا تشغل بالك بالموضوع نهائيا. الله يكون معك اذا انكمشت، اوعك تطب راسك بالارض. انت ما عملت شيء سيء نهائيا. ما عملت معلم. انت ما بتعرف حدا، دخلت بشغل وتأذيت كتير من افكار الزلمة، قوصته براسه بالمسدس اللي جبته معك من الضيعة، هذا كل شيء. ايه والله معلم، انا ماني خايف بنوب. سبع، انت سبع، يلا روح بدون ما تضيع وقت ولحق باصك. شو سوى أبوك؟ غير رأيه يا علي عثمان؟ غير، فرحني. الله الله، كيف عرف هذا انه انا هون؟ اوه يا وردتي، انت هون؟ طبعا يا وردتي، انا صرت هون على طول. ايه شو بدنا نسوي هلا؟ منشيل الغيم الاسود من النص. بدي تتخلى عن المحل هون، وانا بتخلى عن فكرة اني اوصك. ايه عم تقوس من كيس الفاضي هلا؟
التجربة ببلاش يا وردتي، منشوف إذا فاضي ولا مليان. ميماتي، هذا المينا لازمني. عن جد مشكلة، ولازمني أنا كمان. بس هتخسر يا وردتي. أكتر شي بخسره هو أنت يا وردتي. لا يا وردتي، تخسر أكتر. سماح المرة، تركنا لك إياه. وأنا كمان مرطني بطلعاتك هاي العالية يا بولوت. بيجيك مين يمنحك الشفا وبتخلص من مرضك يا ميماتي، ويكون دكتورك مثلي. آخ آخ. شو بدك تقتل صديقك يا حسين؟ هي الشغلة طلعت من الصداقة، وأنا ما بعرفك. إذا ما بتعرفني قتلني، قتلني وخلصني. ما حققت لك، بدي سلمك. لمين بدك تسلمني؟ للرئيس. بدل ما تسلمني للرئيس قوصني وخلص. آخر مرة وين حطنا الرئيس يا حسين؟ يا ريتنا ما طلعنا يا حقان. إذا رغبان كتير دخول يا حسين، أنا بعد هالوقت ما بدخل لجوا. لا تطول يا حقان، امشي. طيب يا أخي، نحن منسمع كلمة الصديق وما منبيع صديقنا ولا منكسر كلمته. ها، إذا أنت بدك تسلمني رح تعيش مع عذاب الضمير. ما رح تنزل هالسلاح بقى؟ نزله، عيب هيك، نحن أولاد دورة واحدة. لهلا ما عم صدق، واحد مثلك كيف بيوصل لهون؟ هيك بيوصل يا حسين. بتصدقي والله اني ما بحب هالشغلات. مجنونة يا بنت؟ واحد من اقوى الرجال بتركيا، شو يعني ما بحبها؟ لو كنت انا متعرفة عليه ممكن، اما هلا في انا بهالموضوع، كيف بدها تصير؟ اها. اوه، مين شايف هون؟ يا حبي. يا بنت وقفي، شو عم تساوي؟ في شي بيصير وشي ما بيصير. شو أخبارك؟ مزاجي تعبان يا بولوت. ليش؟ تعبان وبس. أنا بدي أعدلك مزاجك، بدي أدبر لك أحسن صديق عندي. أنا ما بدي فوت هاي الشغلة. لا بدك. شوفي، بهالوسط في رجالين، واحد بولوت والتاني ميماتي. الرجال بدك تحبيه. أنت بدك تعرفني عليه؟ لا، بيلط رطوبة من بولوت. انت بدك تتعرفي عليه لحالك، ماشي؟ ديا. روحي تسوقي واشتري لبس لحالك. ميماتي مو مثلي ابدا، ما بتعجبه اي وحده. حسبي حسابك. معلم، ما عم نلاقي ثروات. شو يعني ما عم نلاقي ولا؟ شو يعني هرب؟ شقت الأرض وبلته؟ معلم، إذا كان عامل شيء. معلم، إذا كان عامل شيء، شو عامل ولا؟ شغلة بنات، نسوان. ثروات؟ وبدون علمي؟ ولا أنا بأوصه براسه. طلع برا ولا؟ طلع! هو علينا في دنيا يا، كل يوم ضغط كل يوم ضغط. مورو خلص علينا.
ثروت؟ ايه. بدي اقول لك شغله بس ما بدك تعصب. شو ليه؟ انا حامل. شو؟ وليه انت مجنونه؟ هون جبل وليه؟ ما سمعتي بشي اسمه حمايه؟ ها؟ عصبت ولا ما عصبت؟ شو بيصير؟ اذا سمعت المنظمه بيقتلونا اثنيناتنا يا بنت، انت بدك تقتليني؟ طيب انا شو بعمل؟ ما في، انت ما في شي تعمليه، انا اللي بدي اعمل. شو عم تساوي؟ حماية. انت متأكد انه جوا؟ متأكد معلم. مين في غيره؟ اجا مع مرة معلم. يعرف كيف يلاقي رهينة. يلا معلم خلينا ندخل. ضلوا هون. لا عم شلون عم فكر؟ بدي لاقي طريقة فنا.